فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة المكتوب عليها أنها خالية من الكحول؟ خالية من الكحول لا بأس، إذا كانت ما تسكر وهي خالية من الكحول، يعني مكتوب عليها كتابة صحيحة شهادة أنها خالية من الكحول، لا بأس بشربها لأنها تشرب للتداوي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.